المعلق الرياضي الكبير كابتن مدحت شلبي. يا كابتن مساء الخير. يا مساء الانوار يا مدام مساء جميل، الانوار. اهلا وسهلا. انا لما انت تعلق على ماتش بتفائل كده، ايوه طبعا، ما بتفائل انت وببقى بتتفائلي مبسوطه. وغيرك بيتشائم الناحيه الثانيه. لا يعني ربنا يخليك لينا يا رب دايما ونسمع ربنا صوتك يخليك. مجلجل كالعاده. الله يخليك يا مدام جميل. خليني اسالك على مجريات المباراه كلها، شفت الماتش ازاي؟ هو يمكن انا قبلها بيوم الحقيقه في البرنامج بالليل قلت ان ما تتوقعوش بكره ان المباراه دي هتبقى من جانب واحد، مباراه هتبقى عصيبه على كلا الفريقين، وطبعا ده من منطلق ان احنا عارفين زي ما حضرتك قلت ان بيراميدز فريق قوي جدا، السكواد بتاعه عالي جدا، معظم لعيبته لعيبه دوليه، يعني لعيبه كبار جدا. ينقص بيراميدز ده عشان يكون بطل ينقصه جمهور، لو معاه جمهور هيبقى له شأن تاني، والدليل ان الراجل يعني او بيراميدز لعب نهائي كاس مصر النهارده، هو عنده ماتشين مؤجلين لو كسبهم هيبقى الثاني في الدوري العام، لعب مرتين سيمي فاينال كونفدراليه، يعني فريق لا يستهان به، والاهلي طبعا يبقى عنده خبرات كبيره جدا. الماتش بشكل عام كان من الماتشات القويه جدا جدا، ويمكن اصدقائنا الزملكاويه زعلانين مني جدا، ودي فرصه ان انا لاول مره اوضح كده مع حضرتك ليهم. طبعا نادي الزمالك ده رضينا ام ابينا ده القطب الثاني بتاع الكره المصريه في مصر، مفيش كلام طبعا. ودايما انا اقول هل تتخيلوا ان الاهلي بيلعب في الدوري وما فيهوش الزمالك، هل هيبقى له طعم؟ انا بسال حضرتك، لا طبعا لا طبعا، لا يوجد طعم بدون منافسه الزمالك. بالظبط، والعكس صحيح، لو الزمالك صحيح لوحده في الدوري والاهلي مش موجود مفيش كوره. فاذا احنا عايزين نتفق انه الزمالك ده قطب رئيسي تمام. هم زعلوا من ايه يا مدام لميس؟ من ايه بقى؟ هم زعلوا لما انا قلت ان ده اقوى سوبر انا علقت عليه. الحقيقه انا ما كدبتش، انا يمكن علقت على 6 أو 7 مباريات سوبر تقريبا. السوبر ده بدا 2001 طبعا، يعني ما كنتش يعني كنتش في الصوره في الوقت ده، لكن اخر 6 7 مباريات سوبر انا علقت عليه، في سوبر الزمالك كسب وفي سوبر الاهلي كده، يعني اقوى سوبر انا علقت عليه وما زلت مصر، وهذا السوبر ده لا يقلل من الزمالك وغير مقصود به الزمالك. دي مباراة قوية فيها ندية عنيفة جدا بين الفرقتين. ما هو لما الزمالك كسب الأهلي هل دي مباراة ضعيفة أو العكس صحيح؟ طبعا لا، لكن المباراة بتاعت امبارح دي كان فيها ندية رهيبة، بدليل آخر دقيقة مثلا دودو جباس كان ممكن يجيب التعادل صح ويروحوا لضربات الترجيح وبختك يا أبو بخيت مثلا. يعني دي فرصة برضو ان انا بوضح يعني الاصدقاء الزملكاوية، لانه احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي في مصر يا مدام لميس، في السوشيال ميديا واحد يكتب حاجة الكل ورا منه بدون ان يتحقق حتى ولا يسمع خالص. طب كابتن مدحت قال الكلام ده في انه كونتكس او في انه سياق؟ لا او هو فسره بطريقته فالناس كلها مشيت ورا تفسيره، الكلام ده مش مظبوط على الاطلاق. اما المباراة طبعا كانت مباراة حلوة جدا ومثيرة جدا، وفيها كرة حلوة وفيها هجمات هنا وهجمات هناك، والجمهور كان عظيم جدا جدا جدا، وماتش نفتخر بيه يعني باستثناء طبعا ماتش قدمنا كويس في الامارات، احنا كنا بنلعب في الامارات صحيح جمهور معظمه مصري يعني، لكن برضه قدام الناس محتاجين يبان ان في كرة مصرية قوية يعني. طبعا طبعا، خاصة الماتش ده الوطن العربي كله بيتفرج عليه، وكل الناطقين بالعربيه في العالم كله بيجيبوا اون تايم يتفرجوا عليه، مفيش كلام يعني.